حديث النفس والنجوى يحيرنا ولا يطوى، وأسئلة تطوف بنا نحللها بلا جدوى، وتبقى دون أجوبة وتكثر بعدها الشكوى. لأهل الذكر نرفعها، لأهل العلم والتقوى، لأهل الرتبة الأسمى، وأهل الرأي في الدعوى، نحييهم ونسألهم ونأخذ منهم الفتوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا في الدين. وبعد، أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نبتدئ من الأسئلة التي ترد من الفيسبوك ثم ننتقل لاتصالاتكم. سؤال الأول عم يقول: سورة الكهف 109، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. ما هو تفسيرها؟ هلا، تفسير الآية واضح جدا، وأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تعبر عنه اللغات، يعني اللغات كلها تدل على معنى كلام الله، بمعنى أن كلام الله سبحانه وتعالى قديم، كلامنا حادث، والحادث لا يمكن أن يستوعب القديم. فلو أنه البحر بيتحول لحبر، وهالحبر بنوضع بالأقلام، وهالأقلام بتكتب، ولو صار البحر مثل بحور، لا يمكن أن يستوعب كلام الله سبحانه وتعالى. لكن الله اختار لنا القرآن الكريم مثلا ليعبر عن معنى كلام الله القديم، ليدل على بعض، ليس على كل كلام الله، على بعض معنى كلام الله القديم، حتى تتفهمه الأذهان وتصل إليه الأفكار. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. وناخذ منهم الفتوى. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. مرحبا شيخي. أهلا حبيبي، يا هلا، تفضل. أنا بنت. أنت بنت، أحلى بنوتة أنت، تفضلي. بدي أسألك سؤال. إيه تفضلي. إذا واحد كان نايم وشاف منام أكل، إيه، هو كان قدامه أكل وأكل، بيكون فطر؟ يعني أكل بالمنام ولا بالحقيقة؟ لا، هو قدامه أكل، كان نايم شاف أكل بالمنام وأكل. هلا إذا هو نايم وقام ونسيان، يعني ما له مستوعب القصة وأكل، ما بيفطر، إلا إذا كان متذكر بيفطر. والله يتقبل، شكرا لك يا عمو. بناخذ اتصال. ألو. ألو، مرحبا شيخي. أهلا وسهلا ومرحبا. قطرة العين بتفطر؟ قطرة العين ما بتفطر. لا، يعني قطرة العين ما بتفطر؟ لا. طيب، شكراً. إذن عود للاتصالات من أو الأسئلة من الفيسبوك. عم يقول: أنا مريض ضمور عضلات، يعني يا دوب أقدر أمشي، هلأ عم صوم رمضان وعم بتعب كتير لدرجة كبيرة، خصوصي ماشي فوتة الحمام والوضوء، هل أنا علي إثم أم لم يقبل صيامي؟ هلأ كلمة عم بتعب كتير، يعني عم تقدر تتحمل الصوم ولا لا؟ إذا عم تتحمل الصوم بدك تصوم، إذا ما عم تتحمل الصوم
فما يجب عليك الصيام، بتفطر وبتقضي مكانه، أو ما الحالة مستمرة معك بتدفع كفارة هذا الصيام أو فدية هذا الصيام. باخذ اتصال. ألو. مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس بدي أسألك، إبرة الفيتامين بالعضل بتفطر؟ إبرة الفيتامين ما بتفطر. لا ما بتفطر. ماشي، سلم إيديك. أهلا وسهلا ومرحبا، على راسي. باخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، الله يعافيك، ينعاد عليك إن شاء الله. جميع أنت والقناة المحترمة اللي ردت عليك. على راسي والله. شو أشترك لك وشان الفترة نحن؟ أنت أنسب وقت وشان دفعة. سؤال ثاني عندي كمان. نعم. السؤال الثاني، إذا واحد نقش ابنه بتفطر؟ هلا بالنسبة لصدقة الفطر تبدأ من أول رمضان، في مذاهب بهالمسألة، بعضهم بيقول قبل رمضان بيومين، بعضهم بيقول من أول رمضان، ونحن بنقول لك ابدأ فيها من أول رمضان، وعلى الحنفي بيجوز تعجيلها حتى قبل رمضان. نكش الإدم بيفطر على قول بعض المذاهب، يعني قال إنه بيفطر، وبعض قال ما بيفطر، يعني فيها خلاف مذهبي المسألة. فالأفضل أن لا يفعل ذلك، حتى نخرج من الخلاف الأفضل أن يؤجل هذا الأمر إلى ما بعد الإفطار. ناخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. مرحبا يا هلا. بدي أسألك سؤال. هلا اذا الواحد كان بطياره وفطر شو بيكون؟ اذا واحد شو مساوي بطياره وفطر، يعني مسافر هو؟ ايه. هلا المسافر، المسافر يباح له الفطر، هو فطر، ربنا قال وان تصوموا خير لكم. يعني اذا واحد مسافر الافضل يفطر ولا يصوم؟ الافضل يصوم، الا اذا كان تعبه يفطر. هلا انا بقدر صوم وبقدر ما صوم، بحق لي افطر وبحق لي صوم، وبتقضي يوم محله بعد رمضان. فبالنسبة للصيام في السفر يباح للمسافر الإفطار، وهو من الرخص الشرعية. باخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي، السؤال بعد أمرك عن فسخ خطوبة. ايه؟ هلأ إذا الشاب خاطب، بس الشاب صراحة عنده سب الدين زيادة، سب الذات الإلهية زيادة، طب هالحكي بالمذاهب الأربعة أقوال على أقوال سيدنا البوطي أو دكتور الشعال، هذا الحكي بيفسخ عقد النكاح قبل الدخول. طيب شو أقوالك؟ يعني شو السؤال بالضبط؟ سؤال إذا كان الشاب خاطئ. عرفت زيادة. المسألة عرفتها، اللي بدك إياه مني شو هو؟ إذا الشاب عن جد بيكفر، لازم يجدد عقد قرانه على الفتاة من جديد؟ إذا عم يسب الذات الإلهية والعياذ بالله ده كفر، فلا بد أن يجدد عقده قبل الدخول، لأنه هذا بيفسخ العقد، وبعد الدخول بيفسخ العقد، وبده تجديد عقد، لأنه هذا اسمه ردة والعياذ بالله، وبيحبط الحسنات وبيذهب الفضائل. فبدو الإنسان ينتبه لكلامه وينتبه لألفاظه كتير. ناخد اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. مرحبا شيخي. يا ميت، أهلا وسهلا ومرحبا. شيخي أنا صاير معي مشكلة أول نهار رمضان، بيني وبين زوجتي صار مشكلة، فضربتها وغضبت كتير، أنا معي عصب وشقيقة ومتعود على المهدئات وعلى الإفطار، تخربط جسمي كله. فعلقت معه وفي عليها يمينين قبل، نزلت رجعت لعند أهلي لتحت، هربت مني رجعت نزلت لعندها ومترميت عليها فوق العشر يمينات طلاق. شو الألفاظ اللي قلت لها ياها؟ قلت لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قررت فوق العشر مرات. وأنت قبل هالمرة في يمينين متفرقين كل مرة بمكان؟ قبل هالمرة من فترة سنة في يمينين عليها، وهذا يعني اليمينين بجلسة واحدة ولا بجلستين؟
اليمينين بجلستين، بس هذا اليمين اللي حلفته من جديد كلهم بجلسة واحدة. تمام، اليمينين اللي بجلستين شو كانت الألفاظ؟ انتي طالع واحد والثاني حلفت بالحرام وانكسر يميني بعد فتيته. هذيك قلت له علي الحرام اول. أيوة. واحد، وهذا كان قصدك الطلاق بلفظ علي الحرام؟ لا. هلا اذا ما كان قصدك طلاق كفارة يمين، الثاني وقع والثالث بنعتبره بجلسة واحدة طلقة واحدة وقع، يعني هدول طلقتين فيك ترجعها وتنتبه، لأنه تبع علي الحرام ما وقع لأنه ما قصدك الطلاق وبيكون في كفارة يمين. فهلأ فيك ترجعها وانتبه لألفاظك مرة ثانية، لأنه إذا بتطلق لا يمكن أن تعود إليك أبدا. ناخذ اتصال. ألو. الله يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. بدي أسألك عن يمين طلاق. ايه تفضلي. انا بشتغل شغل بالبيت، وقال لي جوزي اذا بتكوني طالق اذا بتنزلي شغل على البيت، هي الشغل مصيف. طيب. تعباي وتلزيق وتبخيش. نعم. ايه قال لي بتكوني طالق اذا بتنزلي حبة مصيف على البيت، وقت الخلاف كان بينه وبين ابنه ليش مو راعي المدرسة. نعم. ايه بس بدي اعرف، هلا انت انا حكيتك انا قلت لي دفع كفارة اذا مو قاصد يمين. تمام. ايه بس بدي اسالك، بجوز اذا انا دفعتها؟ إذا وكلك بجوز يوكلك، لك وكلي وكلتك تدفعي لي كفارة اليمين بجوز. قديش بس يكون الدفع؟ عن كل واحد 15 10 150 ألف. إيه ماشي. على رأسي، أهلا وسهلا. ناخذ اتصال. ألو. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك، أهلا وسهلا. شيخي هلا أنا بدي أسألك سؤال. إيه تفضل. شيخي مشان طلاق. اي تفضل. شيخي انا طلقت مرتي اول مرة طلاق واحد. نعم. وثاني مرة طلقتها بالثلاثة. نعم. ايش هو فتوتها شيخي؟ يعني جلستين مرتين. ايه. صار مرة اول مرة شو اللفظ قلت لها انت طالق؟ ايه. وثاني مرة انت طالق بالثلاثة، مو هيك؟ ايه. هنعتبرهم طلقتين، يعني الجلسة الأولى طلقة والجلسة الثانية طلقة كونهم بمجلس واحد. أيوة. وفيك ترجعها لزوجتك. فيك بتقول راجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي إذا ما مضت عليها العدة بعد الطلاق. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم في القوم. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. يعطيك العافية يا شيخنا. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. أهلا فيك، الله يخليك. أنا بدي أسألك ثلاث أسئلة. إيه تفضل. أول شيء هلا أنا توفى والدي وأخذت ورثتي، وعم دور بالمصاري على بيت، هدول المصاري اللي أنا هلا عم دور عليهم بيطلع عليهم فطرة؟ زكاة قصدك؟ إيه زكاة. قديش مضى عليهم سنة؟ لا لسه هلا. إيه ما بيطلع عليهم زكاة لحتى يمضى عليهم سنة يعني قمرية. إيه بإذن الله. طيب سؤال ثاني، هلا لما اخذنا الورثه ماما عطت حصتها لاخي لانه عليه ديون، هل هي يعني آثمه؟ لا، على مذهب الجمهور ليست آثمه، لكن في كراهه بالموضوع، يعني هي لازم تعدل، بس هي عندها ظرف انه مديون فاعطته، ففي كراهه ما في حرمه. طيب وفي سؤال ثالث، لما توزع مثلا الازاز وكل شيء بالبيت، انه حتى الازاز للذكر مثل حظ الانثيين ولا لا بالتراضي؟ لا، للذكر مثل حظ الانثيين، كله صار تركي، هذا حتى الذهب تبع الام اذا توفيت، حتى كله هذا اسمه تركي، يوزع للذكر مثل حظ الانثيين. تمام شيخنا، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا ومرحبا. ناخذ اتصال. الو. 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 مرحبا شيخنا. اهلا وسهلا ومرحبا. رمضان كريم علينا وعليكم على الجميع ان شاء الله. الشيخ بدي اسالك سؤال. تفضلوا. المكياج بيكسر الصيام، واللي بفرش اسنانه كمان بيكسر الصيام. شو السؤال الاول؟ المكياج. المكياج بيكسر. ما بيفسد الصيام. لا، واللي بفرش اسنانه اذا فرشت الاسنان ما صار في ابتلاع على شيء من المواد المنظفه، يعني واحد استخدم فرشاة الأسنان وتمضمض وألقى هالشيء خارج فمه، ما بيفسد الصوم، يعني هذا طالما ما في ابتلاع لا يفسد الصوم. ناخذ اتصال. ألو.
الو الزبالة عدتها دوم أفضل. طيب بحاول أجيب على سؤال من الفيسبوك قبل أن أتلقى اتصال. إذا أنا من آل البيت بيصير أبي يعطيني صدقة الفطر، علما أنه آل البيت ما بتجوز عليهم الصدقة. هلأ آل البيت بالأساس لا تجوز عليهم الصدقة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. ورأى مرة سيدنا الحسن مد إيده على مال الصدقة وحط بتمه فأخرجها رسول الله من فمه وقال له كخ كخ، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. لكن العلماء قالوا لما ذهب حق آل البيت من بيت مال المسلمين، كان آل البيت لهم خمس بيت المال، فما كانوا يحتاجوا للصدقات ولا للزكوات. بعدين ذهب حقهم من بيت المال، غصب حقهم إلى آخره. فالآن أجاز العلماء الشافعية والمالكية والحنابلة كلهم والحنفية أن آل البيت يجوز أن يأخذوا من الزكاة، كونه أنه ذهب حقهم حتى ما ينضاموا يعني في المعيشة وفي غير ذلك. طيب السؤال الآن أنه الأب بيعطي ابنه ولو كان من آل البيت؟ ما بيعطي ابنه، الأب ما بيعطي ابنه. باخذ اتصال. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا، يعطيك العافية. الله يعافيكم، يا أهلا وسهلا ومرحبا. بدي أسألك عن الزكاة تبع الذهب. هي تفضلي. أنه أنا مثلا ما معي مصاري، معي ذهب، وبعتوني أولادي وبناتي مثلا. أي اللي بيعطوا لك إياهم أنه بتدفعي زكوات؟ يعني حلال. شو هو الحلال بس أفهم منك؟ يعني انه الزكاة منهم هي المصاري حلال على الذهب اللي معي؟ اي حلال 100%، طالما بعتوا لك اولادك المال، المال صار ملكك. هلا شو عليك زكاة طلعتي منه جائز، ما في اي اشكال ان شاء الله. ماشي، سلم ايديك. الله يتقبل يا رب. ناخذ اتصال. الو الو، يعطيك العافية شيخي. الله يعافيكم، يا اهلا وسهلا. شيخي بدي اسألك سؤالين بعد اذنك. اي تفضلي. شيخي انا اول سؤال، انا عندي الذهب قيمة 8 مليون، في منهم يعني صار عليهم سنة، في منهم لا، هدول بيطلع عليهم زكاة؟ قيمتهم كلهم 8 مليون؟ تقريبا ايه. ما بيطلع عليهم، هدول أقل من 80 جرام، ما بيطلع عليهم زكاة. ما بيطلع. والسؤال الثاني، أنا علي شيخي قضى كثير صلاة بصراحة، كنت أخطش كثير بالصلاة، هلا بدال سنة كثير أقضي مو على صلاتي. يعني قصدك بدال ما تصلي السنة تصلي فرض، هيك سؤالك؟ ايه، يعني انه اخذي اللي راح علي يعني. تمام، عند الشافعية هيك لازم تعملي، وانا مع هذا القول، انه اللي عليه دين ما بيتصدق، اللي عليه قضاء صلوات بدل ما يصلي نافلة يصلي بدالهم قضاء. اذا بنقضي مع كل وقت وقت، بس يمضي علينا سنة بنكون قضينا سنة، اذا قضينا مع كل وقت وقتين بس يمضي سنة بنكون قضينا سنتين. فاللي عليه قضاء لا يصلي نافلة، إنما يقضي ما عليه. ناخذ اتصال. ألو ألو، يعطيك العافية. الله يعافيكم، يا أهلا وسهلا. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير، يا مرحبا. ينعاد عليك إن شاء الله جميع إن شاء الله. الله يسلمك. أنا يوم رجب وشعبان صمتهم. نعم. تنين وخميس وهيك. فيوم التنين كان 14 شعبان. نعم. الثلاثة انعذرت، كنت صايمة وانعذرت انه نعم صيامي مقبول او لا، او في له كفارة او في له شيء. لا، انت كنت عم تصومي نافلة مو هيك؟ نص شعبان. اي، واجاك العذر، فانما الاعمال بالنيات، اذا ناوية تصوميهم وانعذرتي خلص الاجر والثواب، كأنك صمتي. الله يعطيك العافية. يعني بتاخذي الأجر كامل وأنت لا يعني ما فعلتي شيئا بسبب النية. إنما الأعمال بالنيات. ناخذ اتصال. ألو. ناخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بدي أسألك سؤالين. تفضلي. السؤال الأول شيخنا، هلأ فترة رمضان فينا نطلع ونجيب فيها دواء إنه لحدا مريض؟
ايه فينا، ايه من ملكه اياها وهو بيشتري الدواء. طب نحن ما فينا نشتري الدواء؟ لا الاحسن بتملكي اياها مال هو بيشتري الدواء. ايه تمام. والسؤال الثاني شيخنا، تفضلي. هلا فينا الكنة من حر مالها تعطي الفطرة لحماتها؟ ايه فيها تعطي حماتها، فيها هي الكنة بتعطي حماتها الزكاة. ايه ماشي، سلم ايديك شيخنا. الله يسلمك، يا اهلا وسهلا. ناخذ اتصال. الو. ايها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. الو. الو. الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي، هلا اذا اخذنا ابرة بتعين على الصيام مثل ابرة الفيتامين، هلا هي بتفطر شي؟ ابرة الفيتامين ما بتفطر. لا ما بتفطر. نعم. ماشي، يسلموا. الله يسلمكم، يا اهلا وسهلا. ناخذ اتصال. الو. 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 الو، اهلا وسهلا. شيخنا، هلا بدي اسالك، انا طلقت في خطيبتي. نعم. فطلقت على الموبايل. نعم. فبيجوز هذا الطلاق ولا لا؟ طلقتها مره واحده. شو اللفظ اللي قلت لها اياه؟ طلقه واحده، قلت له انت طالق. ايه بيقع. بيقع. بيوقع الموبايل؟ ايه بيقع، اذا ما في دخول في تجديد عقد. هلا لازم تجدد عقدك. لا ما في دخول. لازم تجدد عقدك من جديد. طيب ماشي. على راسي، اهلا وسهلا. ناخذ اتصال. الو. اذا بجاوب على بعض الاسئله من الفيسبوك. اذا ما سامحت بحقي مع من ظلمني، هل هذا حرام؟ لا، انت لك حق، وانت الحق ينبغي ان تاخذه. اذا ما اخذت حقك تكل هذا الظالم الى الله. هل الافضل تسامح ولا ما تسامح؟ الافضل تسامح. طيب لو ما بدك تسامح، هذا حقك. انا ما بدي سامح وبدي اخذ حقي يوم القيامه، ستاخذه موفورا. فالمسامحه هي من باب الافضل، لكن اذا اردت ان لا تسامح فهذا حقك و ستأخذه يوم القيامة كاملا، وسيكون حقك منجزا. لكن الله بيحب العفو، قال وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إذن هو ترغيب من الله للعفو. أما إذا ما بدنا نعفو هذا حقنا. ناخذ اتصال. ألو. 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 ألو، أهلا وسهلا. ألو. أهلا وسهلا ومرحبا. ألو. تفضلي. دكتور خضر. أين؟ تفضل. نقل الدم برمضان بيفطر؟ كيف يعني؟ يعني واحد بعصر دم ومحتاج لكيس دم وراح على المشفى نقلوا له دم، بيفطر؟ يعني هو تبرع بالدم ولا؟ لا هو بده ياخذ دم من الوريد، من ايده الوريد. من الوريد. إيه لا ما بي ما ما بيفطر. ماشي. بس هو بهالحاله قدران يصوم؟ اذا قدران يصوم ما بيفطر. الله يتقبل ويعافيه يا رب. يسلم دكتور. اهلا وسهلا. باخذ اتصال. الو. الو. قلني شو اعمل؟ الو. باخذ سؤال من الفيسبوك. امي مريضه والدكتور منعها من الصيام، وهي وضعها المادي سيء، عايشه على الراتب التقاعدي لبابا، ويا دوب يكفي حق ادويه، واحيانا بتجيبها وتجيها مساعدات من اقربائها. يا هل ترى هل تجب عليه الكفاره بما انه هيك وضعها؟ وهل تصير وهل بتصير تعطي زكاه الفطر لاولاد ابنها؟ هلا هي ما بتقدر تصوم، وضعها سيء وما معها تدفع، خلاص الله ما كلفها. طيب تعطي زكاة الفطر لأولاد ابنها؟ طيب إذا هي ما لا قادرة تأكل، ما لا قادرة تدفع كفارتها، مأمورة صعبة، على المذهب الحنفي اللي ما عنده نصاب لا يجب عليه زكاة الفطر. ناخذ اتصال. ألو. يعطيك العافية. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. أهلا فيك. أنا رمضان الماضي كنت حامل، والدكتورة خبرتني أنه لازم أفطر من شاني ومن شان الجنين. نعم. وانا هلا يعني ما حسنت صوم لهلا، بس صمت 11 يوم ولهلا انا ماني مكمله، بيطلع علي بس صيام ولا لازم ادفع كفاره؟ عند الحنفي فقط صيام بدون كفاره.
طيب تمام. يا دكتور بدي اسالك بس نصاب الزكاة اذا كان الواحد معه مصاري قد ايه؟ يعني بحدود 30 مليون تقريبا. طيب يعطيك العافية يا رب. شكرا. الله يعافيكم، يا اهلا وسهلا ومرحبا. ناخذ اتصال. الو 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 مرحبا. يا اهلا وسهلا ومرحبا. بس بدي اسالك انه هلا انا عندي بنتين ومرتي وانا وامي وابوي. نعم. بدفع عليهم انه زكاه وانا وضعي هيك يعني عادي. ليش ابوك وامك ما يدفعوا عن حالهم؟ ما معهم؟ لا الكبار. هلا اذا معهم لازم هن يدفعوا عن حالهم. هلا لا هن ما معهم انه انا لا بصرف عليهم. وانت ما عندك نصاب ولا عندك شيء يعني فقير الحال؟ هلا انا بشتغل عامل عندي الحمد لانه عندي ذهب بس يعني ما هو انه يعني عندك بحدود 85 جرام ذهب؟ لا يعني بحدود من ملايين. من ملايين. على المذهب الحنفي لا يجب عليك صدقة الفطر. أيوة. وإذا حابب تتصدق الله يجزيك الخير ويخلف عليك إن شاء الله. ناخذ اتصال. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. على عيني. شيخي هلا أنا عندي سؤالين. أول شيء تفسير لآية. نعم. وثاني سؤال بالنسبة ل يعني وقت صلاة الفجر. هلا أول سؤال رب العالمين عز وجل لما بيتكرم بيقول إنه وربائبكم اللائي في حجوركم إن لم تكونوا إذا دخلتم دون وربائبكم اللائي في حجوركم من نسائكم في إيه إلى آخر إن لم تكونوا دخلتم بهن بهن فإن كنتم دخلتم في بهن فحلائل أبنائكم. نعم. إيه هاي الآية. هلا أنا مرة هيك يعني صار عنا نقاش إنه أحد الأشخاص قال إنه يعني ربيبة الواحد يعني بنت زوجته إذا مثلا زوجته توفت وهو مو مربي البنت فبيقدر يتزوج بنتها، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ لا هذا الكلام غير صحيح طبعا، لأنه الربيبة هي بنت الزوجة، والقاعدة دائما تقول الدخول بالأمهات يحرم البنات. أيوة. العقد على البنات يحرم الأمهات، يعني مجرد أنت تعقد على امرأة عقد أمها حرمت عليك. بالنسبة للأم إذا دخلت بها حرمت عليك البنت. طيب الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم قال هاي خرجت مخرج الغالب، يعني غالب الناس بيتزوجوا امرأة بيكون ولادها صغار، يعني هي معناتها صغيرة. ايه بالغالب هيك. أما ممكن واحد يتزوج واحدة كبيرة وبنتها كبيرة كمان بتحرم عليه. طيب ليش ربنا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال لأنه هاي خرجت مخرج الغالب، يعني غالب الأمر يكون على هذه الشاكلة، فهو ليس له مفهوم مخالفة. أيوة. أنه في يعني على قول سيدنا الإمام علي رضي الله عنه أنه كان في على حسب هيك سمعتنا يعني أنه في قال أنه واحد قال له أنه زوجته متوفية وإلى بنت قال لك الحق أنه أنت تزوجها، هالشي يعني صحيح الرواية ولا لا؟ مو صحيح. حتى سيدنا علي كرم الله وجهه بيقول نفس اللي أنا قلته تماما، يعني بيقول أنه الربيبة ما بيجوز يتزوجها. في عندك سؤال تاني؟ إيه سؤال تاني بالصلاة. هلا بالنسبة لصلاة الفجر شيخنا. نعم. صلاة الفجر يعني ما بعرف يعني على الأغلب المؤذن بيأذن ولسه يعني نجوم مبينة ولسه الليل يعني، فبتصح صلاة الفجر بهداك الوقت ولا نستنى شيء 20 دقيقة 30 دقيقة لبين ما يطلع الضوء؟ هلا بالمدن نحن ما بيظهر لنا هذا الأمر، هذا بيظهر بالصحراء تقريبا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أي. من الفجر، هذا اللي بنقول له الفجر الصادق اللي بيجي معترض في الافق. هذا بالصحراء بيبين، بس احنا عنا بما انه في بنيان بنكون محجوبين عنه. ايه بيضل عنا هيك عتمه. هلا احنا مجرد اذان بجوز نصلي، والدليل انه النبي عليه الصلاه والسلام بالبخاري ورد انه كان يصلي في غسق. ايوه يصلي الفجر في غسق، يعني شو غسق؟ انه انه في عتمه، انه كان دنيا عتمه يعني. فهذا أيوة. دليل انه حتى عن النبي كان يصلي في العتم. طيب جزاك الله خير. اهلا وسهلا ومرحبا ايها الساده المشاهدون والمشاهدات. مع هذا الاتصال الاخير اترككم بعون الله ورعايته
على أمل اللقاء بكم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث النفس والنجوى يحيرنا ولا يطوى، وأسئلة تطوف بنا نحللها بلا جدوى، وتبقى دون أجوبة وتكثر بعدها الشكوى. لأهل الذكر نرفعها، لأهل العلم والتقوى، لأهل الرتبة الأسمى، وأهل الرأي في الدعوى. نحييهم ونسألهم ونأخذ منهم الفتوى.